مستوى الأسئلة اعطيني كيفاش ما عملتوش. هنا ما يقال أنك على سبيل المثال، وسنأتي إلى أسئلة الجمهور، هناك من يعتبر أنك عملت العربي نصر بشكل، عملت العربي نصر أطراف، هذه كلام اخر، سنأتي كلام اخر. عملت أطراف من النهضة بشكل، وعملت أطراف من اليسار بشكل آخر. قال لي انا نهضوي ولي انا منحاز للنهضه. شوف خوي، هذه تهمه تافهه وسخيفه ياسر، خاطر انا جبت اكثر اللي جبتهم من النهضه قبل في عمناول يعني، خاطرهم وزره وجبت الوزره الكل، بريسك الحكومه الكل جبتها. علاش جبتها؟ جبتها باش نستفزها. ثم ناس خسروا في البرنامج نتاعي. سي منصور بن سالم حكى كيفاش بن علي كان عامل له شيء مأساة، يا اخي معاناة، يا اخي انا انسان، انا قدامي، سامحني سامحني خلينا نكمل، انا قدامي انسان يحكي على معاناته. وقت لي انا كنت في الوقت هذاك فين كنت؟ كنت مستمتع بالشهره وساكت وما مانيش ما نملكش ارباع الشجاعه نتاعو. كان شجاع احترمت فيه شجاعته، انسانيا تفاعلت معاه، انسانيا اثر فيا واثر على، ناكد لك سي زهير انه اثر على الاف التوانسه. انا اعاقب لاني مانيش حاقد على الاسلاميين، انا اعاقب لاني كي نجيب نهضاوي في برنامجي او من حركه النهضه يلزم يخرج بالنسبه لفئه معينه او حزب معين او اطراف سياسيه معينه، يلزم يخرج في حاله حليل، يلزم يخرج مهزوما مكسور الوجدان، يلزمني نستعمل معاه نفس الاساليب اللي يستعملوها ناس اخرين. انا نتعامل بموضوعيه، ما عندي اللي قدامي اسلامي شيوعي من نداء تونس ما نعرف شنو، ما نتعاملش معاه هكاك، نتعامل معاه كسياسي تونسي، نتعامل مع اخطائه. انا ما نعديش الشخص، نعدي اخطائه، انا مانيش ضده كان خاطره نهضاوي، ضده خاطره اخطا، والا خاطره غلط، والا خاطره معناها ضر بلادي، والا خاطره المسؤوليه نتاعو ما نجحش فيه، هذا ضده. اما نهضاوي مش نهضاوي ما عنديش مشكل، اذا نهضاوي ناجح انا معاه، اذا وزير نهضاوي ناجح انا معاه. تو هنا جمهور ومن الاشاعات انا اخر واحد يهتم بالكلمات والاقاويل تضحك. ما تعتبرش انه المساله مرتبطه بتناقض في المشروعين؟ معناها لا لا، ثم لا، ثم زاد ثم مخلفات بن علي. كيفاش مخلفات بن علي؟ نفس الحقد على الاسلاميين استمر، معناها استمر، هذا موجود بكل صراحه نقولوه وما نجموش نتنصلوا منه. رغم يعني ثم عباره بالدارجه رحي. تعبر برشا، معناها نحب نستعملها، قالت لك يعني ما عندكش الحق تنجم، مع انه النهضه ما يمنعش اللي النهضة ارتكبت برشا أخطاء فظيعة زاد في الحكم، أخطاء فظيعة وعندهم سلبيات ونجم نقولوا في جانب منهم البلاد غارقة بسبب عدم كفاءة بعضهم وبسبب زاد العصاف العاجل، سي لا فيريتي، زاد بسبب العصاف العاجلة، شوية من الإعلام، شوية من العصاف العاجل، شوية من التكلمين، شوية من عدم الكفاءة. أنا مش نغفر.